الأستاذة شيماء هي بتقول أنا في مجموعة من الابتلاءات الكثيرة، وهي مش عارفة، هي بتحاول إنها تخرج من كل ابتلاء تدخل تاني، بتقول ليه أنا أفضل عيانة وليه أفضل. إحنا مش هنحاكم ربنا يا شيماء، إحنا وما نم إحنا في نفسنا كده، وما نملك واللي إحنا قاعدين فيه والسماوات والأرض وما فيها كله ملك لله سبحانه وتعالى، وملكه وهو الملك، يفعل فينا وبنا ما يشاء جل جلال الله، والله عدل، حكم عدل جل جلاله. فلسفة الابتلاء هي فلسفة هذه الرحلة اللي احنا بنعيشها في الدنيا، وهكذا الحياة فيها مبنية على القدر، وصبر الإنسان المؤمن على هذا القدر ومواجهة الأخطار الكتيرة في رحلته في الحياة الدنيا بثبات وبصبر وبدعاء وبإحسان، كما أمر العبد أن يصنع عليه، يعني نقاب أو يقابل ذلك بالأجر العظيم، والصبر ثوابه كبير كبير كبير. طيب أنا يمكن ما باخدش الإجراءات السليمة للتداوي، يمكن محتاج أسأل شوية، يمكن محتاج أشوف حد متخصص بطريقة معينة، بجتهد والنتيجة، أنا نوع النتيجة إيدي الله سبحانه وتعالى، يأذن بما يشاء، وكله منطلق من إنه كله بحكمة الله يكون. فالإنسان يصبر ويحتسب عشان ما يضيعش ثواب الصبر بتاعه، وما يقعدش يقول ليه ومش ليه. الرضا مهم للإنسان المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، كما أخبرنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء حمد الله، وإن أصابته وشكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب على خير في كل حال، ما على الإنسان إلا أن يكون عنده ثقة، حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، وصبر على ما هو فيه، ومع الصبر كثرة الدعاء. يا صاحبة السؤال.